هاد العيون اليوم غنتكلموا على شقين. غنبداو بالشق الاول اللي كيخص ماشي غير الوليدات لان كاملين، لان ما كاينش منا اليوم اللي ما متعلقش بالشاشات باش ما نلصقوهاش غير في الدراري الصغار اللي كاملين. دونك التاثير ديال داك الضوء ديال الشاشات اولا داك الارتباط الكبير ديال الشاشات على صحه العيون فين واصل؟ واش الناس اليوم عارفه بانها راه كاين شي ضرر على العين ديالنا ملي تنبقاو قابطين التليفونات بزاف لي بي سي بزاف هاد الامور اولا الناس مازال دونك منظمه العالميه للصحه قالت بان من دابا حتى 2050 نصف سكان الكره الارضيه غادي يوليو يلبسوا نظاظر، وهذا الشيء زعما تيهضر اكثر على كسر النظر، يعني الناس اللي ما كيبقاوش يشوفوا في البعد. دونك كنهضروا على 5 مليار ديال الناس اللي غادي يوليو ساكنين فوق الكره الارضيه كاملين غادي خصهم يبداو يلبسوا نظاظر، وكاملين غادي خصهم بحال قلتي يتبعوا على الشبكيه ديالهم، حيت داك قصر النظر ملي كيتزاد الحده ديالو كيوليو مشاكل على الشبكيه اللي يمكن لها تكون ايريفيرسيبل اللي ممكن لنا نداويوها. وهذا المشكل هذا غالبا كيتعلق بالشاشات سورتو عند الدراري الصغار اللي كيكونوا كيشوفوا من قريب بزاف وما كيبقاوش يديروا واحد لي زاكتيفيتي في لي غليب، ما بقاوش يديروا بحال قلت يخرجوا يشوفوا الضوء الطبيعي ويخرجوا يشوفوا زعما من بعد من بعيد. دونك هذا المشكل هذا تيعطينا واحد الانديكاتور ولا واحد اشاره انه راه كاين شي حاجه اللي تبدلات في السلوك ديالنا اللي ولينا كاملين فعوض ما نخرجوا فعوض ما نديروا زعما يكون عندنا لي زاكتيفيتي على برا ولينا كاملين كنبقاو في التليفون ديالنا، وهذا الشيء اكثر خطوره ملي كيتعرض ملي تيتعلق الامر على الدراري الصغار والصحه ديالهم زعما الصحه ديال العيون، واللي من بعد المرات اللي راه الصحه النفسيه حتى هي تتكون عندها واحد العلاقه مع صحه العيون، حيت كيكون واحد الادمان على الشاشات اللي كيخلي ان العيون كتتضرر اكثر واكثر. نعم دونك هاد الشيء اللي قالت منظمه الصحه العالميه ديال ان من هنا للقدام غيكون هاد الشيء ديال ان تقريبا عدد كبير ديال الناس غيوليو يلبسوا النظارات. حنا ما كرهناش ما يوقعش هذا الشيء، هذا الشيء علاش غنعطيو مجموعه من المعلومات اللي كتخص دائما صحه العيون. تكلمتي على ان الوليدات فعلا والله مرتبطين بواحد الشكل كبير بالشاشات، لان النموذج هو حنا للاسف هما الوالدين. لان ملي تيشوفك ولدك انت النهار كامل بالتليفون، النهار كامل بالخدمه ديالك جايبها للدار وعاود بالتليفون، الام وكذلك، دونك حنا نموذج بين قوسين ماشي زوين بالنسبه للوليدات ديالنا، فما نقدروش نجيو نقنعو نقول لهم حيدوا التليفونات وحنايا بنفوسنا كناخذوهم. التاثير شنو تيدير هاد الضوء على العين بالتحديد؟ شنو تيخلي من غير هاد المساله اللي قلتي ديال ان من بعد كنولي ما كنبقاوش نشوفوا البعد، ولكن اش كيولي يدير؟ دونك كاين تاثير على المدى البعيد هو اللي هضرنا عليه ملي غادي يبدا تكثر قصر النظر الناس ما يبقاوش يشوفوا مزيان في البعد، ولكن التاثير على المدى القصير هو اولا الى استعملنا الشاشات بمده طويله. كنهضروا اكثر على الناس اللي كيكونوا كيخدموا بالشاشات كسوا في البي سي، ولا الدراري اللي كيبقاو بحال دابا يلاه داز الصيف تتلقى الدراري ما عندهم ما يدار وشنو يديروا في عوض ما يمشيو يلعبوا الرياضه ولا هذا، كيبقاو يلعبوا لي جو فيديو ولا الالعاب اللي كتكون زعما في الشاشات. دونك لا نبشرك دابا مع القرايه مازال كيلعبوا بعض الدراري للاسف، وكاين واحد لا ريغل ديال 3 6 9 12 3 6 9 12، ممنوع جميع الشاشات قبل 3 سنين، ممنوع الشاشات عند الدراري الصغار زعما كسوا في انترنت قل من 6 سنين، 9 سنين ممنوع حتى هو الشاشات زعما لي جو فيديو قل من 9 سنين، وممنوع ولا من بعد 12 عام عاد يمكن لينا نعطيو انترنت للدراري الصغار، ولكن بواحد لاسيستونس بارونتال، يعني الدراري خصهم يكونوا مع شنو سميتو مع الاباء ديالهم. دونك ديجا هنايا تنشوفوا بان انه راه كاين واحد الاطار القانون زعما قانونيا اللي بعد التسين دابا تيلمون ولا عند هاد المشاكل هادوك، ومن عاد انترنت كتطفيها بالليل دونك هنايا هاد الاعراض هادو اللي كتكون على المدى القصير هو ممكن لك تشوفو حتى عند الدري صغير كيجي عندك الفحص تيقول لك الاب ديالو شوف راه عينو ولات حمراء هاد الايامات. دونك هنايا كنعرفوا بان كاين واحد الادمان لهاد الشاشات هادو، دونك كاين في المدى القصير. دونك الانسان اللي كيكون كيخدم بزاف هاد الشاشات هادو كيجي يقدر يقول لك دكتور انا راه كنحس براسي كيضرني ولا عينيه في جهه عينيه كنبدا نحس بهم كنبغي نقهر سادهم، ولا كيبدا يحس بان بحال الا عنده عينيه ناشفين بحال الرمله في العينين. دونك الاحمرار نشوف فيها الحريق ديال العينين،
ومن بعد المرات يمكن له كاع يبدا خصو يسد عينيه ويرتاح ولا الحساسيه الاشعه ولا ملي كيبقى يشوف بزاف في الشاشه ملي كيهز عينيه باش يشوف في البعد كيلقى راسو الشوف ناقص حتى تيدوز واحد المده عاد كيولي كيولي يشوف مزيان في البعد. والناس اللي كيكونوا عندهم اكثر من 40 سنه تيكون عندهم اصلا هما بداهم مشكل ديال ما بقوش كيشوفوا مزيان في القرب. دونك كيبداو يبعدوا اكثر واكثر الشاشات وكيبدا يجيهم اعراض اكثر. الناس اللي كيوصلوا اكثر من 40 سنه حيت كيكون نقص في الشوف في القرب. هذاك بشكل طبيعي يعني هذاك ديال كيف كنقولوا حنا ديال الكبر عادي. ولكن كاين شي حاجه كتساهم اكثر. ولا كيظهر اكثر بحال دابا الناس شحال هذه كانوا 40 سنه 42 43 حتى 50 عام عاد ولاو كيتشكاو من المشكل هذا ودابا ولينا كنشوفوا من 38 عام هذا تيبدا كيقول لك راه فريمون كنحس بهذاك الشاشه ما كنقدرش وانا خدمه ديالي كامله في التليفون ولا هذا. دونك هنا فين كيوليو يحتاجوا اكثر النظارات المساعده للقراءه. نعم انا عجبتني المساله ديال 3 6 سعود زوينه هذه نعاود نذكروا بها المستمعين باش يعرفوا لان دائما اكيد مع المختصين في العيون مع الاخصائيين النفسيين الحركيين مع اختصاصيين في النطق بتصحيح النطق والكلام دائما تتكلموا على انه من صفر ثلاث سنوات ممنوع الشاشات ممنوع جميع ولكن مزيانه باش نعاود نذكرهم ديال 3 سنين وديال 6 سنين اش ما خاصوش يكون وديال 9 سنين عاد واش ديال 12 نعاود نذكروا بهذه المعلومه. يعني دونك دابا حنا من بعد 12 سنه عاد يمكن لينا نعطيو التليفون ولا زعما شي شاشه فيها انترنت حيت الانترنت حتى هي كدير واحد الادمان والدري صغير فعاود ما يكون متعلق في الشاشه ديالو خصو يخرج يكتشف زعما الطبيعه يكتشف الحياه الاجتماعيه ما يبقاش منعزل حيت دابا ولات الشاشات كدير واحد المرض ماشي في, 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 في العينين ولا تشاف المشاكل النفسيه ديال الثقه في النفس ديال الاكتئاب بعض المرات التخوف الانطوائيه الناس كتبدا تخاف وي دونك هنايا فين كيولي هذا المشكل هذا ما كيبقاش غير المشكل العيني كيولي مشكل الصحه دونك الصحه النفسيه دونك ادمان جميع ادمانات جميع زعما الادمان كيف ما كان تعتبر مرض دونك هنا فين خصنا نتابعوا ليه دونك من قبل 3 سنين ممنوع جميع الشاشات كتلقى دابا اباء الولد ديالهم كيبدا يبكي ونحطوا ليه الشاشه قدامه كتبقى عطيه التليفون فوالا كيبدا يتفرج في اليوتيوب هذا دونك هذا الشيء راه تعتبر خطر كبير على الصحه ديال العينين ولا الصحه النفسيه ولا التطور والنمو زعما النورولوجيك ديالو. دونك من 3 سنين ل 6 سنين تيمكن لينا زعما نعطيو واحد الشاشات ولكن ما خصهمش يكون فيهم الانترنت ما خصهمش يكون فيهم زعما يعني شي حاجه اللي حنا ديجا حاطينها كيشوفوها كيف كنقولوا تثقيفيه شي حاجه من هذا القبيل الالوان شي حاجه يسمعها فقط ولكن ما يكونش عندهم تليفون فوالا ماشي هو اللي كيمانيبيلي ماشي هو اللي ديالو فوالا دونك من 6 سنين ل 9 سنين يمكن له يكون عنده زعما الشاشات ولكن ما يكونش فيهم انترنت. نعم من 9 سنين ل 12 عام تما غادي يقدر يكون واحد الكونترول بارونتال على حساب داك الشاشه. دونك هذه امور للوالدين. كاين اللي غايقول لك الله يحسن العوان كاين في الوالدين اللي غايقول لك واخا نديروا ما درنا راه دابا الا حنا خبينا عليه التليفونات راه ملي كنمشيو للعائله كنلقاو التليفونات راه دابا تبارك الله راه وليدات كتلقى عندهم ماركات ديال التليفونات اللي تقدر ما تلقاهمش عند الوالدين ديالهم باش نكونوا واضحين. كيقول لك احقا راه كيحتاجوهم في القرايه كيحتاجوهم في بزاف الحاجات وانا ولدي ما عنديش الوقت باش نخرجوا ولكن راه شفنا راه كيف قلتي ماشي غير صحه العيون راه الصحه النفسيه والصحه النفسيه بعض المرات كتدي لهدم الصحه العضويه ديالنا الذات ديالنا. دونك نتابعوا سورتو كو هو راه دابا جا في واحد السن في القرايه خصو يتكون خصو كاين للناس اللي دابا كيكون عندهم ادمان في ذاك الالعاب زعما الالكترونيه اللي ما تتخليهش انه زعما يخرج من ذاك اللعبه الالكترونيه وذاك الساعات راه المستقبل ديالو كامل كان يمكن له يكون مهندس كان يمكن له يكون طبيب كان يمكن له يكون زعما في واحد المرتبه عاليه اجتماعيا وحتى الخدمه ديالو. هذا الشيء راه مضر للمجتمع ديالنا فين حنا محتاجين اطر زعما لخدمه البلاد ولكن على ود هذا الادمان الشاشات ما كيقدرش ينعس بالليل علاش حيت الشاشات كيف فيهم ذاك الاشعه الزرقاء لا لوميير بلو هذيك الاشعه الزرقاء الا شفتيها مكلات تحيد لك النوم ديالك
فوالا، لان ما كتبقاش لترمش لا حتى حاجه يعني فعلا كتخليك تسهر. هذه النقطه هذه باش نفتح واحد القوس بالنسبه للوالدين. سي فغي اليوم ولا واحد بزاف ديال الناس كتاثر ربما على واحد الفئه عمريه اللي هي المراهقين. يعني كنشوف بزاف الناس ربما تابعين الربح السهل من هذه الالعاب ديال لي فيديو، ما بقاتش غير فقط مجرد لعبه ولكن ولا مصدر رزق بزاف ديال الناس. هاد لي لايف هاد لي فيديو اللي كاينين ايه، ولكن حنا ما ضامنينش من هنا للسنوات اللي ماجيه واش هاد الشيء غيبقى او الناس غتحتاج فعلا اطر. فالتالي اللهم الدبلوم ديالك والقرايه ديالك وهاد الشيء كيبقى احسن. علاش؟ لانه كيسهل عليك وكيعطيك افاق. هذا ما عرفناش، ربما العام الماجي ما يبقاش هادشي، ربما من السنوات ما يبقاش هادشي، فما نغامروش. راه كنقولوا لا تضع بيضك كله في سله واحده. مازال نرجعوا معك دكتور واكيد غنشوفوا دائما صحه العيون كيفاش ممكن اننا نحافظوا عليها، وخاصه في ظل هاد الشاشات اللي كاينين، في ظل هاد الامور اللي كاينين. واكيد غنهضروا على جلاله لانها تا هو موضوع مهم جدا. جلاله راه ماشي فقط عند الناس الكبار، راه كاينه حتى جلاله عند الوليدات الصغار. غنشوفوا التاثير ديالها ونشوفوا السبب الحقيقي ديالها، ونشوفوا ايضا كيفاش خاصنا ننتبهوا، كيفاش خاصو يكون التشخيص. مرحبا دائما بالاسئله ديالكم على رقمنا المباشر اللي هو 0522 36 0536 على شهاده فهم. امتى الانسان خاصو يشخص يعني ان الوالدين امتى ينتبهوا ان وليداتهم فعلا كيحتاجوا للتشخيص؟ دائما التشخيص كيبدا فين ما كيكونوا الدراري صغار، كيكون عندهم واحد الاعراض ديال الشوف بحال قلتي، تيقول لك راه عينيا ما كنقدرش نشوف في البعد، ما كنقدرش ولا عنده حوال في العينين، ولا تشوف بان الدري صغير حتى التصرف ديال العينين ديالو ما كيكونش طبيعي. هنا فين زعما الاكسسوار الاستاذه ولا الناس اللي كيكونوا دايرين زعما في العائله ديالو، تيكونوا لاحظوا بانه راه عنده واحد تصرف غير عادي، ولا انه كيقرب بزاف للتلفازه، ولا كيقرب بزاف بحال قلتي الكتاب العينيه باش يشوف. هنا كنقدروا نديروا واحد الاستشاره طبيه. ومن بعض الاحيان كيكون دائما قبل الدخول المدرسي تيكون واحد الحملات طبيه، ولا بعض المرات كيكون واحد زعما طاقم طبي كيمكن له يكون انه كيطلب من الدري غير يقرا في السبوره. هنا ملي ما كيقراش كيقدروا يصيفطوا عند طبيب العيون باش كيدير التشخيص على حساب هذا المشكل اللي كيكون متعلق سواء بحاجه زعما انه يلبس النظارات، ولا كيكون مشكل زعما خلقي كما قلنا قبيله كيستدعي العلاج. هنا مثلا نتكلموا على هذه المساله هذه ديال صحه العيون والشاشات وغيرها. هنا بالنسبه لنا احنا الكبار، شنو امتى ممكن اننا بالليل خاصنا صافي نوقفوا ما نشوفوش الشاشات؟ واش كاين واحد الوقت معين خاصنا ننتبهوا ليه؟ دونك عندنا ساعتين قبل زعما النوم هو كنصحوا بان الناس ما يستعملوش الشاشات. علاش؟ حيت داك الشاشات كيمكن لها تكون ترسل واحد الاشعه زرقاء اللي كتهيج زعما الدماغ ديالنا، وكتقول ليه باش ما ينعش، باش بحال قلتي كتحبس داك هرمونات النوم ما كيبقاوش يتفرزوا في الجسم ديالنا. وذاك ساعات زعما الواحد كيقدر انه يكون عنده مشكل في النعاس، ما كيجيهش النعاس وما عارفش علاش، الوغ هو غير استعمال ديال الشاشات اللي كيمكن له يحبس ليه هذاك الهرمونات ديال النوم، وكيولي يصدق في مشاكل ديال زعما خصو ياخذ دواء النعاس، ولا يعني الارق ما كيبقاش نعاس، ولا غد ليه كيكون زعما في الخدمه ما كيكونش مزيان. دونك هادشي كامل ممكن نجتنبوه ساعتين قبل من النوم نحبسوا الشاشات. نعم، ساعتين قبل النوم هشام ما تبقاش في التليفون، ساعتين قبل النوم جميله ما تبقاش في التليفون. ولينا حنا كنقولوا كيجيب لينا الناس هذه الطامه الكبرى، اننا كاين الناس اللي كيقول لك لا راه كنبقى نتفرج باش يجيني الناس. واش نقول لك، اي واحد اللي مدمن غادي يلقى واحد السبب ديال الادمان ديالو. صح، يعني كيبقى تبريرات وي كيهدني لا راه مع شنو. الواحد اللي كي بحال يقول شي اللي مدمن على السيجاره كيقول لك لا وانا راه ملي كنتعصب كناخذ سيجاره. هادو راه غير واحد زعما واحد المغالطات اللي كنقولهم للنفس ديالنا باش نبرروا واحد السلوك اللي هو ما مزيانش، واللي خصنا حنايا زعما اول حاجه نعترفوا به، نعترفوا بان راه عندنا واحد الادمان. حيت الا المشكل اللي ما كيتحطش مزيان راه ما كنقدروش نحلوه مزيان. برافو، عطيتي مثال ديال 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 السيجاره. انا واحد المره والله لواحد شخص قلت علاش كتكمي؟ علاش كتدخن؟ ويلا ما دخنتش راه نصدق ضارب شي حد، راه كنتخلق، راه هذا.
ما سكت ثقيل هادو هادو كيف قلتي بعض المرات حيت الواحد بعد المرات ما كي يعرفش بان الادمان تيقول لك لا انا راه ماشي مدمن راه فهمتي دونك اول حاجه خصنا نعترفوا بان راه كاين واحد الادمان باش نقوموا بواحد السلوك ولا تيقول لك بعدا ديجا ملي كتكون انت واعي بالمشكل ملي كتكون واعي بالخطوره ديالو بهذا الشيء حنا كنهضروا على افاق نصف الكره الارضيه غادي تولي تلبس نظاظر هذا الشيء راه كيخص اكثر الدراري ديالنا وداك الشيء علاش حنا خصنا بحال قلتي واحد مبلي صعيب انك تحيدو ولكن شي واحد مازال ما تبلاش تما فين خصنا نديرو جميع الوسائل حنا كاباء خصنا قبل ما الدري ديالنا يتبلى بداك التليفون نكونوا ديجا موجدين راسنا حنا واعيين بان راه تسنى راه كاين واحد الخطوره دونك هذاك الدري الصغير انا والام ديالو غادي نقوموا بواحد زعما نخدموا ماشي انا نقول لولدي ما ديرش التليفون الام حتى هي تجي تقول لي واه هكا ولدي هكا انا نعطيه لك بالتخبيه ولا هذا دونك هنايا فين خصنا يكون واحد الوعي واحد الصرامه واحد الوعي بعدا ديجا نكونوا واعيين راه كاين واحد الخطر واحد المشكل باش قبل ما يتبلى الدري نكونوا حنا ديجا حبسناه وديناه درنا ليه الرياضه درنا ليه الكاراتيه درنا ليه الجري درنا ليه ديزاكتيفيتي عمرنا الوقت ديالو